لا تصور يا معلم، صور ايه ده؟ بعد في حدا ما اكلني الشباب. طبعا بتعقد عن جد بتعقد. خبز كتير رفيعة، الكنافة كتير رفيعة، ما بتقرش ما بتكسر مثل البسكوي، سكرها كتير خفيف، بتسطل وانا مغروم فيها. تفضل يا استاذ. شو عم ناكل اليوم؟ فول وحمص ومسبح زي العادة. أهم فول بالدنيا. قول يا رب. والله شي 14 ساعة وإلهم أكيد بيت لحاله، يعني بينطبخ فيه هون وبيستوي على درجة حرارة الرمل. صرنا من 68 سنة 68، الوالد فتح هون بسنة 68 والوالد هلا مرتاح ونحن عم نشتغل، بنعمل له كل شيء لعند خدمته لأنه اللي بيتعب حقه يوصل كل شيء لعنده. كلامك من ذهب. بعد واحد نص البندورة لحاج ابو عدنان. شيخ كيفك يا شيخ؟ بتشرف يا قلبي. اثنين فول؟ صباح الخير. بلش بعشقه بس شو بتحرق كثير. يلا انا عامل لك زياره شي نهار احد. بتشرف والله. نضل نصوره وما ناكل. هلا دقيقة عم بقول لك اول شيء. ركزوا معي انا. يا هيك ترويقة يا بلا. وأطيب فول وحمص وين؟ بيسور. يعني الطعمة بعد أهم من الشكل، ما راح تفهموني إلا ما تجوا لهون. شو بدكم لأعطيكم بعد؟ طازة وسخنان. أطيب كعكة بالبلد؟ إيه أطيب كعكة بالبلد. هلا صار وقت الساندويتش، الساندويتش الغير شكل اللي حقها بس 2000 ليرة. محفوظ بيعمل فتايل واشياء تانية كمان. لازم ندوق ساندويتش. صباح صباح.
صرنا عمر هون، صرنا بالسبعين سنة المحل هون. مين بلش قبل؟ وي؟ بي وعمي مع بعض. عمر بركة اخر مرة. فيت على مدينة ملاهي قد ما مبسوط. ليه؟ حلو الجو. حلو الجو بعد بكير بس. ليه؟ لا انه بيكون في عالم رايح عزيز وغيره بعد الدنيا الصبح. هي ربي امك عند الصبح هن قلع من هون. بس امك كرموطة مش عبايا. احلى معلم قهوة خر عليه وعلى قهوة. حضرتك عوالي علينا وعلى عائلتنا. حضرتك عوالي هيدا منقوش تجريش. هيدا كعك هيدا منقوش تجريش. خبرنا عنه. خبرك عنا ها اسم القمح بلا البذر اللي له كل شيء باب أول. هيدا كنافة بجريش. كنافة. بعد عندنا برمة طويلة. عام نقوش تجريش. هيك قلنا جريش ما فيه قمح وقشرة قمح. أيوه. بس عندك. بس هون. ما فيش منها إلا. هاي الزعتر والجبنة. هاي الزعتر والجبنة. زعتر جبنة وزعتر مالك. زين. صار وقت الفياجرا. المحل تزبط وترتب. والارميت تزبط فوق. شو عندك؟ قريبا نفتح قاعدة فوق في حمامات وهيدا الفياجرا الوطنية. اه بعدين ابو عباس هوا عنده. طيب بدنا نعملكم صفرة ما بتفهم. رح فرجيكم الفياجرا الوطنية، رح ارجع اسمها الفياجرا الوطنية، وهيدا المحل الغير شكل بالنبطية. كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ منيح. خبرني شو رح نعمل؟ حنعمل فياجرا وطنية، حمص وخبز ولبن ونحط لها العصب. هو الشغل كله على العصب. العصب من عشية رجع على البيت نار. الشغل كبير. الله يعينكم. هن العصب الفياجرا الوطنية. هذا العصب ياي شغل كبير. نحن مقصودين كرمال هاللقمة هاي. روعة روعة. شو عندك؟ عندك عصب وهون شو عصب. فيه؟ سنة والسنة بس هذي صاروا على وشك يمنى. يلا لبن. اوكي لبن تمام. نرجع نروح سوا على العصر. هيدا هو العصب ابن عمه لما قادم بيقربوا بعض. بس هداك بعضهم هذا بلا عظم. هداك غنم وهيدا عجل. كمان مرة تانية لبن. هيدا صحن لشخص واحد. في ناس بياكلوا هيدا الصحن اثنين منه وبياكلوا شوية هيك حرتي مني والشباب بيكونوا تسلوا. ما شاء الله في اكيد. ايه حطينا نعناع يابس، رجعنا حطينا السماق، لوز وزرشك. في اشخاص بيفكروا رمان. هلا شو هلا حنعمل كمان صحن تاني. أيه؟ نوع تاني من الفياجرا قويه كتير، في عصب وسنات. عاده نحن بنحط ثوم بس انت ما بتحب الثوم. ماشي نحط لها حر نعناع ملح والثوم اللي ما حنحطه. مجبورين حكم القوي على الضعيف. ويلا كنت بس بدي اتاكد شيء على لبنان. تركت الباتيسري. شوف باتيسري
اللي فرش الفتسيلة فوي لأنه شغلة بسيطة ما فيها شيء عادي. عصب عصب ولسانات ولسانات دي من الأكل هيدا حكي هيدا حكي هلأ خليك عصب ولسانات حار ملح شوية مرقة من العصب وبتصير مثل حصان مش مثل بتصير حصان حصان حامض اوكي هيدا اللون غير شكل الريحة شمين الريحة غير شكل كل العالم شمين يا ويلي هيدا فيتامينات كاملة بروتين بروتين فرانا حمص الفياجرا حمص حار يلا بنحط لها مكسرات على الوجه رح ينزاد على المنيو قريبا يا هيك حماس يا بلا عن جد هيدا الزلمه ترك كل شيء ترك السعوديه شاف باتيسيه واجى عنا بطيه تيستلم الفياجرا الوطنيه وما تموت وضل مكفيه شايف؟ ايه اكيد نحن جاهزين على طول كنت عم تضحك كنت شوي شو بك هيدا هو لبنان بعقد مبروك على الارما تسلم حبيبي هلا هلا عم تشتري خضره عم تشتري ليمون على العصير كيفك اليوم الحمد لله كيف صحتك نحن بالاكثر اهلا وسهلا بالشباب هذا على الوجه غذاء كامل غذاء كامل هذا حتى كمان سكر وحليب يعني اللي عنده نقص بالسكر بيجي بياخذ معدتين كيد بيرجع بتنشط بعدين زي كمان هذا الصحله بالغير شكل فعلاً أطيب سحلب أنا دايو أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بالجميع بس بالشتاء بس بالشتاء وبالصيف بالصيف عندي يعني حسب الطلب أول ما يجهز إنه من جد السحلب العجيب تعدو يا حبيبي نعم 1936 على عقبين هيدي المجمر يلي هي رز بحليب مضروب على النار من تحت نحن سحلب حنقين نحن مشهورين بالسحلب برز بحليب نجمر كل شيء يوم ما نحن زارنا احد الشعراء كان في معه انفلونزا يعني كان مقرب اكل سحلب عند الوالد سنة الستين اول كيس وثاني كيس قال له يا حاج انت بتمين قال له حنقير قال له من دفء السحلب العجيب تعدوق يا حبيب واللي بيشرب سحلب حنقير ما بيكشف عليه الطبيب هذا سحلب تركي حال فيه 125 دولار صار بدها دعوية صار لي زمان هيدي شو نمورة؟ نمورة غير شكل؟ وهي دعوية وهيدا معلم الدعوية نكست معمول مد بقشطة مع فستق هون وبس Thank you.
مشطة فستق معمول مات شيخ وين.